الناس اهو بتقول انا يا جماعه هاكل براحتي وننزلهم في الوزن. الناس اللي ما بتخسش هي تخسس. طب في ناس بيعملوا جيم كتير وبياكلوا حاجات كتير وبيعملوا حاجات كتير قوي بس ما بيخسوش، ما بينزلوش، تحس ان جسمهم واقف على كده ثابت، زي اللي بيثبت في الوزن. ايوه تمام. الموضوع ده ايه الحل النهارده في كورس الاناسيليوم؟ اه نتكلم على كورس الاناسيليوم. انا جايه النهارده عشان احل مشاكل كتير يا ستي، تمام. واول مشكله هي بتواجهنا مشكله الشبع والجوع. ناس كتير بيبقى عندها شراهه في الاكل، تمام، اللي هو انا مش عايزه اوقف اكل، انا عايزه اكل، اوكي. فالحل النهارده في ان احنا نسد الشهيه. معانا النهارده ثلاث منتجات لكورس الاناسيليوم، تمام. اول منتج، ثلاث منتجات، اول منتج هو ايه؟ اكراس الاناسيليوم. ايه هي اكراس الاناسيليوم دي؟ اكراس الاناسيليوم دي فيها قشور السيليوم. قشور السيليوم دي اللي بتسد معايا الشهيه، زي عباره عن كتله جيلاتينيه بتنزل المعده يا شيف، بتعمل لي زي كتله جيلاتينيه مع الاكسار من الميه، فبالتالي بتخلي عندي شبع على المدى البعيد من 6 ل 8 ساعات. دي الياف طبيعيه. عايز اقول لك انا ماما بديل بالون المعده، الناس اللي بتخاف من العمليات دي بديل بالون المعده وعمليات التكميم. انا بخاف. ماما بقى لها 4 سنين، ماما بقى لها 4 سنين او 5 سنين بتعمل رجيم، المفروض انها تخس 40 كيلو عشان خاطر رجليها، ان التخن طبعا بيبقى متقل على الرجل ومتقل في الوقت. في زياده وزن، اوكي. فهو اول مشكله هنعالجها هي مشكله كريمه، يعني انا كريمه عندها كرش، احنا عايزين ننزل كرش كريمه ازاي؟ ننزلها عندها افراط في السمنه المفرطه، افراط في السمنه عشان ثيرابي. تمام، هننزلها بكورس الاناسيليوم. اول حاجه مرحله هنحلها هي مشكله الجوع والشبع. هيسد الشهيه معاها من 6 ل 8 ساعات، لان هي بتنزل في المعده وبرغبتها وبارادتها. عشان الناس اللي بتقول لي انا بحب الاكل، انا مش هوقف اكل، انا عايزه استمر وان انا اكل وما اوقفش اكل. مع اكراس الاناسيليوم هيسد الشهيه معاها يا شيف من 6 ل 8 ساعات. دي كده اول مشكله. تاني مشكله بتواجهنا هي مشكله معدل الحرق. معدل الحرق عند معظم الناس ان انا حرقي واقف، انا ما باكلش. يعني في ناس كتير ما بتاكلش يا شيف، بس الفكره كلها ان عندها معدل الحرق ايه؟ واقف. واقف خالص، واقف تماما. ومش شرط يكون سنها كبير، يعني سنها بيبقى صغير من 25 30 سنه. فبالتالي انا جبت لها تاني منتج اسمه الماجيك بوكس. الماجيك بوكس ده اللي هو الصندوق السحري، السحر. بيعلي معايا معدل الحرق 4 أضعاف معدل الحرق الطبيعي، كاني مشيت في اليوم ساعتين او ساعتين ونص. طب الاكل بقى، اصل في ناس تقول لك ايه، انا هعمل ريجيم يبقى امنع اكل. لا ما تمنعش، ما انا قلت لك اول حاجه منتج الاناسيليوم. الاناسيليوم ده بيسد معاها الشهيه، ليه؟ لانه بينزل في المعده بيعمل زي كتله جيلاتينيه في المعده، بيعمل كتله جيلاتينيه مع الاكسار من الميه، فبالتالي هي شبعانه مش جعانه، هتاكل اللي هي عايزاه بس ايه؟ بارادتها وبرغبتها، لانها شبعانه، مفيش افراط في الكميه لانها ايه؟ شبعانه يا شباب. طب دلوقتي احنا في زمن كله تنمر، وخصوصا الاولاد في المدرسه بيقعدوا يتنمروا عليهم، يقعدوا يقولوا له يا تخين يا ابو كرش، ويقعدوا التنمر الاطفال بالذات بالاخص الاطفال. وتلاقي الام ما بتبقاش عارفه تعمل ايه، ابنها تقول لك ايه، انا احرمه من الاكل، ايه هنعمله؟ هياكل اللي هو عايزه، يعني اللي هو عايزه الأطفال؟ بالاخص كمان ده احنا داخلين على العيد. لحمه وفته، هياكلوا اللي هم عايزينه وبرغبتها وبارادتها، بس بكميات مش مفروض فيها. ليه؟ لانها شبعانه. القشور السيليوم نفسها، الالياف اللي في المعده، ماليه المعده عندي، عامله زي بديل بالون المعده او عمليات التكميم. الناس اللي بتخاف من العمليات، فانا كده حليت اول مشكله الجوع والشبع. تاني مشكله هي معدل الحرق. معدل الحرق عندي واقف تماما، فاحنا معانا اكروس الماجيك بوكس هيعلي معانا معدل الحرق 4 أضعاف معدل الحرق الطبيعي. يعني يا شيف كانها مشيت في اليوم ساعتين ونص. طب الناس المريضه، ستات البيوت اللي بيبقوا قاعدين، انا ما بروحش، ما بنزلش، ما عنديش وقت ان انا اروح الجيم، الشغل، الوقت مش مساعدني. فبالتالي وانت في البيت، انا الكرسي ده هيكمل لك وهيحل لك المشاكل كلها. اول مشكله حليناها الجوع والشبع، تاني مشكله معدل الحرق عندك هيعلى بالاقراص دي، وبصحه هتخس كده، يا بصحه برضو، لان هي الاقراص دي فيها ايه؟ الياف طبيعيه، تمام. تالت منتج معانا النهارده الفينيل. ما انا دلوقتي ايه، انا خسيت في الوزن، احنا خلينا نتكلم على عرض العروض. هو المنتج ده ينفع في ناس مريضه، في ناس بتبقى كبيره في السن مثلا؟ تمام، خلينا نقول ان كورس الاناسيليوم ده امن لجميع الامراض كله، لان هو مستخلص من منتجات طبيعيه ما فيهوش اي مضاعفات يا شيف. طب الناس اللي عندها سكر ضغط ليهم منتج معين؟ سكر ضغط، قلب، الناس اللي لسه في سيدات لسه برضو داخله على اولادها وهتولد، انا خايفه ان انا اضر البيبي. بالزبط. مفيش اي ضرر، لانه مستخلص من منتجات طبيعيه. النهارده انا جايبه عرضين، عرض الشهرين وعرض الثلاث شهور، وبالهدايا كمان يا شيف. ايه بقى الهدايا بتاعتكم النهارده؟ احنا نتكلم بس على الخصومات الاول.
احنا معانا عرض الشهرين بينزل من 20 ل 25 كيلو. تمام الكورس ده سؤال بس انا جالي سؤال فني في ودني كده. تمام حضرتك بتقولي هدايا، رد استاذته هاي ما قال احنا عايزين هدايا لحمه او خروف. هدايا لحمه او خروف، هياكلوا لحمه وخروف وبرده ينزلوا في الايه في الوزن مع كورس الاناسيليا. تمام احنا معانا عرض الشهرين بينزل من 20 ل 25 كيلو في الشهرين. في الشهرين هتفقدهم دهون وميه. انا بالنسبه لي دي نسبه طبيعيه جدا، لان النزول السريع في الوزن بيخلي الوش شاحب ووقع الشعر وهالات، فكل تمام. الحاجات دي ما انا قلت لك بتحب السوسي عشان كده. كورس طبيعي مستخلص من الياف طبيعيه. تمام الكورس ده معاه هديتين يا شيف. تمام. الفيتامين، الفيتامين ده لان انا لما باجي انزل في الوزن بنقص حديد وبنقص زنك، فبالتالي انا مدياكي مع الكورس ده هديه فيتامين لنقص الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين سي.